من أجل منع يعني أنت تعتقد بأن يعني الانسحاب الروسي جاء بتنسيق مع الطرف الإيراني من سوريا؟ لا أعتقد أن هنالك نعم لا أعتقد بأن هنالك تنسيق بالنسبة للجانب الإيراني، لكن ربما سيكون هنالك تنسيق مع الجانب السوري أو جانب قوات النظام السوري بشكل عام، لكن بحد ذاته يعني في حال انسحاب اسحاب تلك المنظومات، هل بمقدور قوات النظام وخاصة بمنظومة الدفاع الجوي للنظام السوري التصدي للأهداف لسلاح الجو الإسرائيلي؟ حتى هذه اللحظة ليس بمقدور النظام السوري على الجانب التقني وحتى على الجانب السياسي واللوجستي، ليس لديه أي قدرات من أجل مواجهة الطائرات الإسرائيلية والتبعات السياسية في حال استهدافها. يعني ستكون هنالك حرب مفتوحة، ولكن بالنتيجة ستكون السماء السورية مكشوفة أمام الطائرات الإسرائيلية في المستقبل، أليس كذلك؟ بعد انسحاب هذا النظام. نعم الجانب الروسي يعني في حال اكتشافه تلك الغارات او في حال رصده لسلاح الجو الاسرائيلي في داخل الجغرافيا السورية، هل نفذ اي يعني عمليه تصدي لتلك الطائرات؟ ليس ذلك لم يكن واردا هذا على الاطلاق، بل على العكس ما جرى في عام 2018 من اجتماع مدراء القوم الامن القومي للدول الثلاث امريكا روسيا واسرائيل، تم الاتفاق من خلاله على تقييد الدور الايراني او منع انتشار الايراني في الجغرافيا السورية، وخاصة مع عمق يعني 35 كيلومتر في الجبهة الجنوبية بوجه التحديد، لكن لم تلتزم إيران حتى هذه اللحظة. ولكن ما الذي حصل أيضا في شهر مايو أيار الماضي بتصريحات إسرائيلية؟ حتى وزير الدفاع الإسرائيلي تحدث عن استخدام روسيا لهذا النظام في سوريا ضد طائرات إسرائيلية فوق سوريا. تشغيل تلك المنظومة وليس استهداف للطائرات الإسرائيلية، تشغيل تلك المنظومة رصدته من خلال الرادارات المستخدمة كS-400 الموجودة في قاعدة حميميم، ووجهت رسائل يعني من خلال تلك المنظومات إلى الطائرات بضرورة الابتعاد عن هذه المنطقة، لكن حقيقة الأمر دخلت تلك الطائرات واستهدفت ميناء بانياس وضربت يعني مخازن الأسلحة، ولم ترد تلك المنظومات الدفاع الجوي، بل على العكس يعني قام الجانب الإسرائيلي بتنفيذ المهمة على أكمل وجه. وأنا أعتقد أن هنالك أيضا تنسيق بموجب الاجتماع الذي جرى، يعني الاستهدافات هي فقط للجانب الإيراني، لذلك الجانب الروسي لا يعلم الجانب الإيراني، وجرت عدة محاولات من قبل إيران من أجل يعني إنشاء شبكة من منظومات الدفاع الجوي قصيرة المدى، سواء كانت التي يمتلكها النظام السوري أو حتى التي يمتلكها إيران، وتم استهدافها في حلب وحماة وكذلك أيضا في المنطقة الساحلية عدة مرات تم استهداف، وحتى في غارة واحد يعني مجموعة من الغارات في يوم واحد تم استهداف مجموعة من قطع منظومات أو وحدات الدفاع الجوي الإيراني من نظام خرداد، وكذلك أيضا منظومات أخرى تم استهدافها. لذلك أعتقد بأن مسار التصعيد سيكون أعلى درجة إذا ما أخذنا بالاعتبار كان هنالك انسحاب روسي، نظرا لأن الضابط التصعيد أعلى